السؤال اللي بعد كده معانا ام مليكه من الاسكندريه. الو، ازي حضرتك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، انا بعزك جدا، وانت ربنا يحفظك. بني ادم محترم جدا، وانت منور لي حياتي كلها والله بجد، ربنا يعني ربنا يحفظك، يبارك لك. ربنا يحفظك ويزيدك نور يا رب. ربنا يخليك. بص لو سمحت، انا عندي 22 سنه. طيب. طبعا انا ما كنتش ملتزمه في الصلاه وفي قراءه القران والحاجات دي، يعني انا كنت مقصره، فانا ملتزمه تقريبا بقالي كذا شهر، فانا طيب عايزه اعرف اللي فاتني اعوضه ازاي. حاضر، هجاوب على حضرتك. طب وسؤال بعد اذنك كمان، اتفضلي، سامع حضرتك السؤال التاني. ان انا معيش مال خاص بيا، يعني انا معيش حاجه اطلع عليها زكاه ولا اطلع عليها، ما مملكش مال، يعني الصدقات مثلا ملكت مبلغ كده، مبلغ صغير، الحاجات دي برضو. هجاوب على حضرتك. تمام، شكرا. استاذه ام مليكه، انا هقول لك حاجتين بس. انا بس عايز اقول لك حاجه. اول سؤال بس، انا متحفظ شويه على فكره الالتزام. احنا بنتوب الى الله، بنقبل على الله عشان نخرج بس من فكره ان في شكل. لو ما وصلتش للشكل ده يبقى انا ما توبتش، يبقى انا ما رجعتش لربنا. انت مع الله الان، استبشري بان الله قبلك، استبشري ان الله قبل توبتك. واصنعي ثلاث حاجات: اصنعي ما تجدي فيه قلبك، واصنعي ما تستمري عليه، واصنعي كمان الايسر عليكي، وربنا يبارك لك. وهنطبق ده بقى. احسبي الاوقات اللي انت ما احسبي السنين اللي انت ما صمتهاش، احسبيها حتى ولو بالتقدير وبالتقريب، فيغلب على ظنك والله انا 5 سنين ما صمتهمش. 5 سنين في 6 ايام كنت المفروض، لو كنا بس ما بنصومش الايام اللي علينا، بس الايام اللي بنقضيها في 6 ايام او 7 ايام، يبقى 5 سنين، يبقى 35 يوم او 30 يوم ونصوم اثنين وخميس. تمام. طب والصلوات؟ نصلي مع كل صلاه صلاه، برضو هنحسب ولو بالتقريب، ونصلي مع كل صلاه صلاه. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، احنا عندنا في فرق كبير جدا 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 ما بين شرط الوجوب وشرط الواجب. انت مش واجب عليك يا بنتي ان انت تحصلي نصاب الزكاه عشان تطلعي زكاه، ما عندكيش فلوس، ما عندكيش مال خاص تطلعي عليه الزكاه، مش واجب عليك الزكاه. عايزه تطلعي صدقات، طلعي صدقات، وان شاء الله ربنا يبارك لك. وده ما فيهوش نقص من دينك. مش الناس اللي ما عندهمش ما يخرجوا بيه الزكاه، ده مش نقص من دينهم ولا حاجه، ده الله سبحانه وتعالى هيتصدق عليهم ويفتح عليهم ويبارك لهم. أرجو إن أنت بس إيه، ما تخافيش، وتوكلي على الله، وأنت خلاص الله سبحانه وتعالى قبل توبتك، ويلا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونفعل الصالحات بما نستطيع.